يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وقد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن الحق، فادعو الله أن يغفرها لي. يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وإني أسألك مثل الذي سأل خالد، فادعو لنا صلى الله عليه. كان هناك حدث عظيم في شهر صفر في عام 8 هجريا، وهو من أعظم ثمار الحديبية ومن أعظم ثمار عمرة القضاء، وهذا الحدث هو لحظة فارقة حقيقية ليس في تاريخ مكة المكرمة، وليس في تاريخ الجزيرة العربية، وليس في تاريخ العالم نفسه في ذلك الوقت، ولكن في تاريخ الإنسانية كلها، وإلى يوم القيامة عندما نتدبر هذا الحدث وآثاره. هذا الحدث العظيم هو إسلام خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة رضوان الله عليهم أجمعين، فهم ثلاثة من عمالقة مكة، بل من عمالقة الأرض قاطبة. وهؤلاء الثلاثة لم يسلموا فقط في شهر صفر في هذا العام، ولكن أسلموا في يوم واحد. إنه نصر كبير للإسلام والمسلمين، وقد عبر عنه الرسول بقوله: رمتكم مكة بأفلاذ كبدها. هؤلاء الثلاثة أفلاذ كبد مكة، إن إسلامهم كان نقطة محورية في السيرة النبوية، ونقطة محورية في تاريخ الأرض كلها. وانظر إلى الآثار التي حدثت في الأرض على يدي خالد بن الوليد وعمر بن العاص، إنه شيء مهول. فقد فتحت العراق، وفتحت فارس، وفتحت بلاد ما وراء النهر، وفتحت أرمينيا كذلك، وفتحت بلاد كثيرة جدا في آسيا، وفتحت الشام كذلك، كل ذلك على يد البطل خالد بن الوليد. ولا أنسى فتح حمص، وفتحت مصر على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. ولنتخيل كم من المسلمين في هذه البلاد، وكم من الأعمال الصالحة، وكم من الجهاد في سبيل الله، وكم من الدعوة إلى الله، وكم من العلم، وكم من الإضافات للإنسانية. كل هؤلاء دخلوا بجهاد هذين البطلين العظيمين، خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، فهو إنجاز هائل للمسلمين في العام 8 من الهجرة. كان إسلام هذين البطلين من أقوى الإضافات في تاريخ الإسلام، وقد أعطاهم الرسول أهمية خاصة في أحاديثه وفي معاملاته، لدرجة أنه أعطى خالد بن الوليد لقبا ما أعطاه لأحد من قبله، ولا أعطاه لأحد من بعده كذلك، فقد سماه الرسول سيف الله المسلول. أنا سيف سله الله على الكافرين. وقال عن عمرو بن العاص كلمات ما قالها لأحد غيره، قال عنه: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. إنها كلمة كبيرة في حق هذا البطل. وقال أيضا: عمرو بن العاص من صالحي قريش. وهذا الكلام يحمل أبلغ الرد على كل من يطعن في هذا الصحابي الجليل الذي فتح بلادا شتى، ولا أقول دخول مئات الآلاف في الإسلام على يديه، ولكن دخل الملايين من البشر، ليس في زمنه فقط ولكن إلى يومنا هذا، وكل المسلمين في كل بقعة في فلسطين وفي العراق وفي مصر وفي الشام وفي غير ذلك من بلاد العالم يدينون بالفضل لهذين البطلين. فهو أمر خارج عن التخيل، وهو لحظة فارقة من أعظم لحظات التاريخ الإسلامي. أسلم البطلان خالد وعمر بعد سنوات طويلة من الصد عن دين الله، إسلام هذين الرجلين يحتاج منا إلى وقفة وتحليل. فما الذي دفع هؤلاء إلى الإسلام؟ إنه الانبهار بقوة الإسلام والانبهار بعظمة الرسول كقائد. فهؤلاء جميعا من القادة العسكريين ومن الفرسان المشهورين في بلاد العرب، ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام قائد بارع، وأمام قائد عظيم من القواد لم يروا مثله قبل ذلك، وفي موقعة أحد. فشل خالد بن الوليد تماما في قهر الخطة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفشل في إحباط هذه الخطة إلا بعد أن خالف الرماة أمر الرسول، ولكن الخطة كانت في تمام الإحكام، وكان خالد يرى ذلك ويعلم أنه لن يهزم الرسول. ولولا مخالفة
خالفة الرماة ما استطاع خالد أن يغزو المسلمين من خلفهم، ولا هرب مع من يهرب. وعادت قريش في الأحزاب ولم تدخل المدينة المنورة، وعاد خالد من الحديبية ولم يتمكن من قتال المسلمين. يواجه خالد الفشل أمام الرسول وهو منبهر تمام الانبهار بقوة وبأس وتخطيط الرسول، وفوق ذلك هو منبهر بأخلاق الرسول كداعية وإنسان يعيش في وسط الناس بمبادئ وقيم معينة ما يخالفها. والعسكريون عادة يدوسون على كل القيم والأخلاق ويحققون الأهداف بصرف النظر عن الوسائل، لكن خالد بن الوليد شاهد في الرسول رجلا عسكريا حكيما وقائدا قويا، ومع ذلك يتحلى بكامل الأخلاق الحميدة وبلغ فيها الذروة، والرسول طوال حياته الصادق الأمين. وما استطاع أبو سفيان مع شدة عداوته له، ما استطاع أن يقول في حقه كلمة سلبية واحدة أمام هرقل. هذا قائد أخلاقي من الدرجة الأولى، فخالد بن الوليد منبهر تمام الانبهار، وكذلك عمرو بن العاص مذهول بشخصية الرسول. وما زال يبشر أصحابه بملك فارس والروم وبصر واليمن منذ كانوا بضعة رجال لا يأمنون على أنفسهم من قومنا، وكان آباؤنا يسخرون منه ومنهم، وحق لهم ذلك. وهب أن العرب كلهم دخلوا في دينه، وما أحسبهم يفعلون، ما العرب من أولئك الملوك وبلادهم وجيوشهم. تحقر قومك؟ إذا اجتمعت العرب صارت أمة كتلك الأمم. إن كان الرجل نبيا فوالله ليظهرن أمره حتى يصل تلك البلاد. سألوني عن الحرب، انظروا ماذا صنع منذ هاجر إلى يثرب. وهذا الذي دفعهم بعد ذلك للإسلام، ولكن القوة الإسلامية التي ظهرت في صلح الحديبية والتي ظهرت في عمرة القضاء كذلك كان لها أبلغ الأثر في إسراع خطوات إسلام القائدين العظيمين خالد وعمر. إسلام خالد. ليس خالد بالذي يسلمه عقله لغير الإسلام. مرحبا بك يا أبا سليمان. وقف خالد بن الوليد في جمع للمشركين بعد خروج الرسول من مكة في عمرة القضاء في أواخر العام السابع، وقال للجميع كلاما عجيبا. قال لهم: لقد استبان لكل ذي عقل أن محمدا ليس بساحر ولا شاعر، وأن كلامه من كلام رب العالمين. في هذا الموقف انبهر خالد بقوة وعزة الإسلام، فقام في هذا المقام وقال هذه الكلمات، وهو من أعظم زعماء مكة مطلقا. ودائما كان خالد قائد الفرسان في كل معارك قريش، ولعل هذا هو الذي أخر إسلامه إلى هذا الوقت. فقد أسلم خالد وكان عمره 47 عاما، وفي كل هذه الفترة كان زعيما وقائدا في قريش. ولا شك أنه كان يخشى على مكانته إذا انضم إلى الإسلام، ولا شك أنه كان له مكانة مرموقة في الجيش المكي، وله مكانة مرموقة في العرب كذلك، وخاف على هذه المكانة أن تضيع. إضافة إلى أن أباه كان الوليد بن المغيرة، وهو من أشد أعداء الدعوة الإسلامية، ولكن خالد بن الوليد تغير وانبهر بقوة الإسلام وانبهر بالرسول كذلك. فقال خالد هذه الكلمات التي تعبر عن رغبته في دخول الإسلام، قال: فحق لكل ذي عقل أن يتبعه. إنها كلمة خطيرة على قريش، فلما سمع أبو سفيان كلام خالد بن الوليد ناداه بسرعة حتى يتأكد من قول خالد لهذا الكلام، فأكد له خالد صحة ما قال، وكرر نفس الكلمات أمام أبي سفيان. واندفع أبو سفيان إلى خالد بن الوليد وكاد يضربه، وحجز بينهما عكرمة بن أبي جهل، وكان عكرمة ساعتها لا يزال مشركا، وعكرمة من أكثر الرجال قربا إلى قلب خالد بن الوليد، وبينهما صداقة قديمة. فحجز عكرمة بين أبي سفيان وخالد وقال كلمات عجيبة، أجيب هو الآخر لأبي سفيان. قال: مهلا يا أبا سفيان، فوالله خفت للذي خفت أن أقول مثل ما قال خالد وأكون على دينه، أي أنني خفت أن أكون على دين محمد بعد هذا الذي رأيت في عمرة القضاء. ثم قال له: أتقتلون خالدا على رأي رآه؟ وقد أصبحت قريش كلها ترى ما يرى خالد، والله لقد خفت ألا يحول الحول حتى يتبعه أهل مكة كلهم. فالجميع منبهر
ماهر بالرسول وبجيش المؤمنين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إن الجميع يعلم أن الإسلام هو الدين الحق وأن الرسول حق، ولكن بعضهم كسر كبرياءه ودخل في دين الرسول، وبعضهم ظل في كبريائه ومات على كفره. والحمد لله أن كل من اشترك في هذا الحوار قد أسلموا بعد ذلك، ولكن تأخر إسلام بعضهم عن بعض. فهذا كان موقف خالد بن الوليد. ولا ننسى أن خالد بن الوليد قال في الحديبية كلمة عظيمة في حق المسلمين، قال: إن القوم ممنوعون، أي أن الله يحيطهم برعايته وعنايته. وكان لهذا الموقف أثر كبير في قلب خالد بن الوليد. وشيء آخر كان له تأثير في خالد ونقف معه وقفة مهمة، وهو أن خالد بن الوليد عندما رأى جيش المسلمين وهو يدخل مكة المكرمة للعمرة لم يستطع أن يتحمل هذا المنظر في بدايته، وخرج من مكة وتركها. دخل الوليد بن الوليد بن المغيرة، وهو من الصحابة الكرام، دخل مع النبي إلى مكة للعمرة. فلما دخل بحث عن أخيه خالد بن الوليد حتى يدعوه للإسلام، لكنه لم يجد أخاه، فكتب له كتابا وقال له فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، وهل مثل الإسلام يجهله أحد؟ وقد سألني رسول الله عنك وقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به. فقال الرسول: أمثله يجهل الإسلام؟ ولو كان جعل نكايته مع المسلمين على المشركين لكان خيرا له، ولقدمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما قد فاتك، فقد فاتتك مواطن صالحة. قال خالد: فلما جاءني كتابه نشطت للخروج، وزادني رغبة في الإسلام، وسرني سؤال رسول الله عني، وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة مجدبة، فخرجت في بلاد خضراء واسعة، فقلت: إن هذه لرؤيا. فلما أن قدمت المدينة قلت: لأذكرنها لأبي بكر. فقال أبو بكر: هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام، والضيق الذي كنت فيه من الشرك. ولننظر إلى الحكمة النبوية. فالرسول يقول لخالد بن الوليد: لو أضفت قوتك لقوة المسلمين فلن تكون تابعا، ولكن سوف نقدمك على غيرك، فأنت قائد عظيم، وأنت فارس عظيم، وأنت مجاهد كبير، فأضف هذه القوة إلى قوة الإسلام، وبذلك يكون لك فضل السبق على المسلمين وإن سبقوك قبل ذلك في دخول الإسلام. هذه الكلمات وصلت إلى قلب خالد بن الوليد، وهو تأليف عظيم من الرسول قلب خالد بن الوليد: فلن تضيع منك القيادة والسيادة، ولن يضيع منك أي شيء، وهذه هي الحكمة الحقيقية. ثم يقول الوليد لأخيه: فاستدرك يا أخي ما فاتك، لقد فاتتك مواطن صالحة وغزوات كنا نحتاجك فيها. وهذا تحفيز لخالد بن الوليد ألا يضيع وقتا آخر. وقد وقعت هذه الكلمات في قلب خالد، فأجمع للخروج إلى الرسول مهاجرا من مكة إلى المدينة المنورة. يقول: ثم قلت في نفسي: من أصاحب إلى الرسول؟ فهو لا يريد أن يذهب وحده. يقول خالد: فلقيت صفوان بن أمية، فقلت: يا أبا وهب، أما ترى ما نحن فيه؟ إنما نحن أكلة رأس، والأرض تتناقص من حول قريش، وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد فاتبعناه. فأبى صفوان أشد الإباء، وقال: لو لم يبق غيري من قريش لما اتبعته، لأن صفوان بن أمية موتور، فقد قتل أبوه أمية بن خلف في بدر. ونفس الموقف لخالد بن الوليد، فقد قتل أبوه الوليد بن المغيرة في بدر، ولكن الله يهدي من يشاء، وقد أسلم صفوان بن أمية بعد فتح مكة. المهم، فقابل خالد بن الوليد عكرمة بن أبي جهل، فعرض عليه نفس الكلام، فقال له مثل ما قال صفوان، ورفض تمام الرفض. فقال خالد نفس الكلام: هذا رجل موتور، قتل أبوه أبو جهل. ولكن خالد لم ييأس، وذهب إلى عثمان بن طلحة، وقال له نحوا مما قال لصاحبيه، فأسرع عثمان بالإجابة، أي قبل فكرة الإسلام، واتفق الاثنان على الخروج للمدينة المنورة وتواعداه، وبالفعل خرجا إلى المدينة المنورة لإعلان إسلامهما بين يدي الرسول. هذا الرجل الذي خرج من عندك أيها الملك، ما باله؟ إنه من أصحاب محمد، هذا الرجل مبعوث محمد، عمرو بن أمية الضمري، لقد أصاب هذا الرجل من أشرافنا وخيارنا في الحروب التي جرت بيننا وبينهم، وقد اتهمني قومي وعابوا علي خروجي إليك، فلو
فلو أعطيتني إياه لأقتله بمن قتل منا ربما اعتذرت بذلك إلى قومي. عفوك سيدي، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك إياه. أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ ما بك؟ هل ذهب عقلك؟ ظل عمرو بن العاص فترة طويلة من حياته رافضاً لفكرة الإسلام، وعندما أسلم عمرو بن العاص كان عمره 57 عاماً، وتخيل فترة طويلة من حياته وهو يحارب الإسلام والمسلمين، أكثر من 20 سنة وهو رافض لفكرة الإسلام. لكن ما الذي غير تفكير عمرو بن العاص؟ كان عند عمرو بن العاص موانع كثيرة، فقد كان له مكانة كبيرة في قريش مثل خالد، وكان أبوه العاص بن وائل من أشد أعداء الدعوة الإسلامية، فهو من بيت يكره الإسلام والمسلمين، فهذا ما جعله يتأخر هذه الفترة الطويلة من الزمن. ولكن بداية تغيير تفكير عمرو بن العاص كان مع انصراف الأحزاب. يقول: ولما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش كانوا يرون رأيي، فقلت لهم: والله إني أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا. وبدأ عمرو بن العاص وهو من أحكم العرب وأدهى العرب، بدأ يرقب بعينه ما قال الرسول: الآن نغزوهم ولا يغزونا، فإن الأيام القادمة ستكون للمسلمين، وسوف يعلو نجم الإسلام في الجزيرة العربية كلها. رأى عمرو أن يلحق بالنجاشي ويترك مكة المكرمة بكل ما فيها ويذهب إلى الحبشة، وكان النجاشي صديقا حميما لعمرو بن العاص، فقال عمرو في نفسه: رأيت أن ألحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإن أن نكون تحت يديه أحب إلينا أن نكون تحت يدي محمد، ولننظر إلى مدى الكراهية للرسول. إن ظهر قومنا فنحن من قد عرف، فلن يأتين منهم إلا خير. أي لو انتصرت قريش على المسلمين سيعود بعد ذلك عمرو بن العاص، وله من المكانة المحفوظة ما له في قريش. فهذا موقف سلبي من عمرو بن العاص في ذلك الوقت، وسبحان الذي أعزه بعد ذلك بالإسلام. جمع عمرو كمية كبيرة من الجلود كي يهديها للنجاشي، فيقول عمرو: فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية، وقد أرسله الرسول للنجاشي ليأتي بجعفر بن أبي طالب وأصحابه بعد صلح الحديبية. عندما رأى عمرو بن العاص عمرو بن أمية عند النجاشي فكر أن يطلب قتل عمرو بن أمية، فإن قتله أصبحت له يد كبيرة على قريش، فدخل على النجاشي وقال له: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطيني إياه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا. فغضب النجاشي غضبا شديدا، فقال عمرو في نفسه: لو انشقت لي الأرض لدخلت فيها تجنبا لغضب النجاشي. ثم قال: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك إياه. قال النجاشي وكان قد أسلم وأخفى إسلامه، ولكنه وجد فرصة أن يدعو عمرو بن العاص للدخول في الإسلام، لأن النجاشي لم يعلن إسلامه في الحبشة حتى لا يقتلعه قومه من كرسيه. ولكن عمرو بن العاص صاحبه وصديقه، وبينهما علاقة قديمة، فأراد أن يصل إليه بالخير الذي وصل إليه قبل ذلك، فقال له: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ فقال عمرو: أيها الملك، أكذلك هو؟ أي هو رسول من رب العالمين؟ فقال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنده. فقذف الله الإسلام في قلب عمرو، ولكن ذلك كان نتيجة تراكمات كثيرة، وهو منبهر بالرسول ومنبهر بحياة الرسول، وفجأة اكتشف الحق أمام عينيه، فقال للنجاشي: أتبايعني له على الإسلام؟ قال النجاشي: نعم. فبسط يده وبايعه على الإسلام، فأسلم عمرو بن العاص على يد النجاشي رحمه الله. أسلم عمرو بن العاص أمام النجاشي وكتم إسلامه عن أصحابه وتركهم، وعاد إلى الجزيرة العربية وهو ينوي الذهاب إلى رسول الله لإعلان الإسلام بين يديه. فوصل إلى مكة المكرمة ومكث فيها قليلا، ثم خرج بعد ذلك في اتجاه المدينة
المدينة المنورة، وهو خارج قابل خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، فسأل خالد بن الوليد: أين يا أبا سليمان؟ فقال خالد في منتهى الصراحة والوضوح: قال والله لقد استقام المنسم، أي اتضح الطريق، وإن الرجل لنبي، أذهب والله فأسلم. فقال عمر: والله ما جئت إلا لأسلم. وتحرك خالد وعمر وعثمان بن طلحة من مكة إلى المدينة حتى وصلوا إلى منطقة الحرة، وهناك عند منطقة الحرة أناخوا ركابهم وبدأوا يستعدون للقدوم على الرسول. يقول خالد: فلبست من صالح ثيابي ثم اتجهت إلى الرسول، وهو ذاهب للرسول لقيه أخوه الوليد بن الوليد، فقال: أسرع فإن رسول الله قد أخبر بك، فسر بقدومك وهو ينتظركم. يقول خالد: فأسرعت المشي فاطلعت عليه، فما زال يتبسم إلي حتى وقفت عليه، فسلمت عليه بالنبوة، فرد علي السلام بوجه طلق، فقلت: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: الحمد لله الذي هداك، فقد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا للخير. فقلت: يا رسول الله، قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا للحق، فادعو الله أن يغفرها لي. فقال الرسول: الإسلام يجب ما كان قبله. فقال خالد: يا رسول الله، على ذلك، أي يسأله أن يدعو الرسول له. فقال: اللهم اغفر لخالد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. ثم تقدم عمر فقال لرسول الله: ابسط يمينك فأبايعك. فبسط يمينه فقبض عمر يده، فقال الرسول: ما لك يا عمر؟ لماذا تقبض يدك؟ فقال عمر: أردت أن أشترط. فقال الرسول: تشترط بماذا؟ فقال عمر: أن يغفر لي. فقال الرسول: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وأسلم عمر، ثم تقدم عثمان بن طلحة وأسلم هو الآخر. وكان إسلام عثمان بن طلحة إضافة سياسية في منتهى القوة للدولة الإسلامية. وهؤلاء عمالقة مكة: خالد بن الوليد بن المغيرة، وعمر بن العاص بن وائل، وعثمان بن طلحة العبدري، ثلاثة من أثقل الفرسان في تاريخ مكة جميعا. كان هذا هو الحادث الهائل الذي حدث في صفر في عام 8 هجريا، وهو من أعظم آثار الحديبية وعمرة القضاء مطلقا. ما رزئنا بأحد منذ هاجر محمد كما رزئنا بخالد وعمر قائد خيل قريش وداهيتها. لقد أصبحنا اليوم ونحن قليل يشبعنا رأس واحد، أو بمنزلة ثعلب في جحر لو صب عليه دلو ماء لخرج. ألا والله إني لأخاف ألا يحول الحول حتى يتبع محمدا أهل مكة كلهم. إن كنت ترى ذلك فما يبقيك حتى يدخلها علينا ونحن لا نملك رده. وتر أبي أمية وكرهم مقيم ولا أستطيع دفعه. وكذلك ما في نفسي